طلاب جامعة حلب الحرة، طلاب أحرار، جامعة حلب جامعة الثورة، ونحن طلابها أحرار. نرفض ونستنكر كل ما قامت به حكومة الإنقاذ من اعتداء على رئاسة جامعتنا وفرضها علينا بالقوة دون العودة إلينا. ثانيا، نرفض ونستنكر كل التجاذبات السياسية التي تقوم بها كلتا الحكومتين اليوم. وثالثا، نحن نعترف برئاسة جامعتنا القديمة الممثلة بالدكتور ياسين خليفة ونائبه الدكتور عماد خطاب، وهذا نحن ما نسعى إليه وهذا ما نريده. أسألكم بالله العظيم، حدا حرضكم تطلعوا المظاهرة؟ لا لا، ما تم التعبئة. نحن أحرار، منا مندسين، نحن طلاب جامعة، لا لنا علاقة لا بالتجاذبات السياسية ولا بالتجاذبات العسكرية. أنا الدكتور كمال أسعد عبدو، عميد كلية العلوم السياسية والمعهد التقني للإعلام التابع لجامعة حلب في المناطق المحررة. مثل ما بتعرف حضرتكم، اليوم كان في وقفة احتجاجية لطلاب الجامعة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. أكدنا خلال هذه الوقفة نحن وأبنائنا الطلبة على استقلالية التعليم، عن ضرورة ابتعاد التعليم عن التجاذبات السياسية والفصائلية. أكدنا للجميع أننا نحن وجامعة إدلب أخوة وأشقاء، نسعى إلى هدف واحد وهو تعليم أبنائنا، تعليم الطلبة والاستمرار في ثورتنا إن شاء الله.